بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا اللقاء 14 في ردي على الملحدين. طبعا هذا اللقاء سأخصصه للإخوة القراء الذين يحاولون تصفح مواقع مخصصة لمهاجمة الإسلام، الاستهزاء بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وتسويق أفكار إلحادية هدفها التشكيك بالقرآن وليس البحث عن الحقيقة. مثل هؤلاء الناس أنا سأوجه لهم نصيحة نتيجة خبرة طويلة في حواري مع الملحدين واطلاعي على كل الشبهات التي أثاروها على مدى 20 عام الماضية. أيها الأحبة، بعد سنوات من البحث تبين أن معظم الذين يتصفحون المواقع الإلحادية ليس لديهم خلفية إيمانية قوية، طبعا من المسلمين، ومنهم من يدخل ليحاور هؤلاء الملحدين فتجده يتأثر بإلحادهم ويلحد هو. للأسف تجد بعضهم يتأثر والبعض يشك والبعض يلحد، وسبب ذلك ليس لأن الإلحاد صحيح وليس لأن الإسلام دين خاطئ، لا، سبب ذلك عدم تمكنهم من علوم القرآن. يعني أنت في البداية ينبغي أن تطلع على القرآن، على الأقل على القرآن، لنترك يعني الحديث مرحلة ثانية، على الأقل اطلع على القرآن كاملا ثم أدخل لتناقش هؤلاء الملحدين. أما أنت إذا لم يكن لديك خبرة بالقرآن ولغة القرآن وتفسير القرآن فكيف ستناقش أو يخشى أن هذا الملحد سيقنعك بسهولة لأنه ليس لديك خلفية علمية. مثال على ذلك، إنسان ليس لديه أي خبرة في الطب ويأتي شخص ليعطيه أي معلومة يمكن أن يتقبلها بسهولة ويعمل بها، وهذا يحدث في عصرنا، بينما عندما تأتي بطبيب أو بشخص لديه اطلاع طبي لا تستطيع أن تخدعه بسهولة. هذه هي القصة أيها الأحبة. لذلك نتساءل، ما هو موقف القرآن من هذه المواقع الإلحادية؟ هل يجوز تصفحها؟ هل يجوز مناقشة الملحدين؟ طبعا لا أقصد الذين يبحثون عن الحق، الذين يبحثون عن الحق كثيرون جدا، هؤلاء حتى لو كان لديك معلومات ضعيفة ناقشهم وأوصل لهم ما لديك من علم، لأنهم بالفعل يبحثون عن الحق. أما الملحد، ما يسمى بالملحد الإيجابي الذي يروج لأفكاره، يهاجم، يشتم، يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا النوع دماغه يعمل فقط على شيء واحد، كيف يشوه القرآن. كي تجده يبحث عن أفكار، روايات غير صحيحة في كتب التاريخ، ونحن نعلم أن معظم الروايات التاريخية غير صحيحة عن الإسلام، كثير من الروايات التاريخية غير صحيح، وللأسف موجودة في كتب مثل تاريخ الطبري وابن كثير وغيرهم. فلا تغرنكم إذا جاء شخص، لا يغرنكم هذا الشخص ويقول هذا الحديث أو هذه الرواية موجودة في ابن كثير. ابن كثير كتاب تاريخ أشبه بموسوعة، يذكر كل شيء، فيه إسرائيليات، فيه أحاديث ضعيفة، فيه أحاديث موضوعة، فيه روايات كاذبة، فيه تجد كل ما تريد. لذلك إذا أردت أن تناقش ينبغي أن تقرأ القرآن أولا، ثم تتمكن من الروايات التاريخية وتستطيع أن تميز بينها، ثم بعد ذلك تستطيع أن تحاور. الآن بالنسبة لمن ليس لديه خبرة، ما هو الحكم؟ أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم هذه الآية العظيمة التي تلخص لنا كل ما نريد قوله بكلمات قليلة وبليغة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا أمر للنبي أن يعرض عن هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله، يشوهون آيات الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعرض عنهم، فكيف بنا نحن؟ سبحان الله. بناء على هذه الآية أيها الأحبة، لا يجوز للمسلم أن يخوض في مثل هذه المواقع الإلحادية أو أي موقع هدفه التشويه والتشكيك، إلا أن يكون عالما متخصصا هدفه الدعوة إلى الله ويكون متمكن. الله تعالى قال في آية ثانية، دققوا جيدا أيها الأحبة، الأمر خطير. هذه الآية لكل من يدخل إلى موقع أو يشاهد مقطع فيديو يستهزئ بالإسلام. الله تعالى يقول، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. أنت جلوسك على الموبايل وأنت تشاهد الذي يستهزئ بالله وآياته تنطبق عليك هذه الآية، فأنت تجلس معه ولو لم يكن موجودا، هو موجود بكلامه. نعيد أيها الأحبة، إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآن الأمر الخطير، إنكم إذن مثلهم. يا لطيف، أنا بمجرد أن أضع مقطع يستهزئ بالقرآن ويشكك بهدف أن أشاهد كمتعة أو أشاهد لمجرد تضييع الوقت، أنا مثله، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سبحان الله. هنا يأمرنا ليس بمجرد الإعراض بل بمغادرة الموقف نهائيا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه الآية تشدد على أن كل من يقرأ أو يسمع أو يطلع على استهزاء الملحدين بآيات الله هو مثلهم والعياذ بالله. إنكم إذن مثلهم، كل من يعني يقعد ويستمع لأمثال هؤلاء سيكون منافقا، سيجمعه الله معهم في نار جهنم إن لم يتب طبعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولكن متى يجوز الاستماع إلى حجج الملحدين والمشككين؟ هناك حالة واحدة يمكن للمؤمن أن يستمع ويناقش، وهي الدعوة إلى الله، وهو أرقى عمل. الله تعالى يقول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وضع الدعوة إلى الله في رأس الأعمال الصالحة. شرط الدعوة إلى الله أن تكون على علم بالقرآن والسنة والحقائق العلمية، وإلا سوف تضل وتضل من دون علم، وسوف تسيء للإسلام بدلا من أن تنفعه. والخلاصة أيها الأحبة، لا تدخلوا إلى مواقع الملحدين. إذا أردتم ذلك فاحفظوا القرآن أولا الذي هو كلام الله، تعمقوا في حقائق العلم اليقينية، حقائق الإعجاز العلمي، بعد ذلك يمكنك الحوار والمناقشة بالتي هي أحسن كما أمرنا الله تبارك وتعالى، ولا تضيعوا وقتكم، لأن هذا ما يريده الملحدون منكم. يريد الملحد أن يضيع وقتك، يطلب منك المرجع، تبحث وتأتيه بالمرجع، يطلب منك اسم العالم، تبحث وتأتيه باسم العالم، يطلب منك الدراسة الفلانية، ثم يقول لك التفسير الفلاني يخالف كلامك، تدخل وتبحث في التفاسير، ثم يقول لك هذا البحث لم يثبت. يريد أن يضيع وقتك فقط. لذلك أيها الأحبة، هذا دعاء ننصح بتكراره لكل من يجد في نفسه شيئا من الشك أو ضعف الإيمان. الله علمنا ذلك، قال تبارك وتعالى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.